الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم درس جديد دائما في الخياطة التقليدية للنساء، فحسب ما نتذكر مهنة الخياطة والعمل في الخياطة ذلك في حديث الإمامان البخاري ومسلم. وقد ورد في الحديث الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم بسندهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم. فقد ورد في هذا الحديث مهنة الخياطة وقبول رسول الله دعوته على الطعام. إذن مشاهدين الكرام، قياس 6 سنتيمتر من طرف الكوب إلى بداية الضرس المتصل في النصف توك. فعمل هذا النصف توك هو ضرس متصل فوق الضرس المتصل في النصف توك، ثم جمع الطرفين في وفي الآخر ملء العيون بالعقيق الصرع. إليكم المتابعة.
We'll be right back.
وإلى هنا مشاهدين أفاضل انتهيت من عمل درس المتصل في النصف توك. هذه الخدمة التي قمت بها في هذا الفيديو هو درس متصل في النصف توك، ثم فوقه درس آخر متصل. بعد عمل درس النصف توك قمت بملء هذا الدرس بالعقيق السرع، وفي الأخير ختاما قمت بترتيق الأذنين. وفي فيديو قادم إن شاء الله أريكم نفس الخدمة وفي جلابة أخرى هي سوداء اللون. ها هي إذن هذه الجلابة سأقوم بإنجاز لها نفس هذا الدرس في الفيديو القادم إن شاء الله. وأشكركم على حسن المتابعة، فلا تنسونا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاتنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وشكرا لكم على المتابعة.